يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقع في بعض الذنوب هل يعد من المتقين الأبرار؟ من ذلك وصف لمن لا يقع في ذنب. الذي يقع في الذنوب الصغائر، صغائر لها كفارات مكفرات، وأما الذي يقع في الكبائر هذا ينقص إيمانه ولكنه لا يخرج من الإيمان، وهو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه وإما أن يعذبه بذنوبه ثم يخرج من النار. نعم.